بعين صباعي البيضاء لا تزال أشغال إعادة تهيئة حديقة الحيوانات مستمرة. المنتزه الترفيهي الذي شهد إهمالا كبيرا في السنوات الماضية سيتم إعادة تأهيله بمعايير دولية تؤمن سلامة الزوار أولا وتضمن لهم فضاءات خضراء ومرافق متنوعة. أما نسبة تقدم المشروع فقد بلغت 30%. هذا المشروع تخصصت له ميزانية كتقارب 250 مليون درهم. بداية الأشغال ديالو كانت في يناير 2015 والنهاية ديالها إن شاء الله متوقعة في دجنبر 2017. كتبلغ نسبة تقدم الأشغال دابا 31%. وحنا من الأولويات اللي حرصنا عليها أثناء تهيئ المشروع هو توفير السلامة للزوار وكذلك المحافظة على البيئة من خلال إنشاء وحدات لتصفية البهاء وإعادة استعمالها. وسيتم إنجاز الحديقة على مساحة 10 هكتارات وستضم 3 مناطق مخصصة للحيوانات حسب مواطن عيشها. لحد الساعة تم تهيئ البنية التحتية للمشروع، فيما سيتم الشروع في الأشغال المتبقية خلال الأشهر المقبلة على أن تفتح الحديقة في بداية سنة 2018. هذا المشروع كيتعتبر من أهم المشاريع في مدينة الدار البيضاء واللي غادي يعطي واحد القيمة مضافة لفضاءات الترفيه لسكان وزوار المدينة. الاشغال كتعرف السير العادي ديالها، لي طرافو دي غروز اوفر دي باتيمون سون طون كور دو فيناليزاسيون، لي طرافو دي لو سيكوندير غادي يبداو ان شاء الله في الاشهر المقبله. إلى منتزه ترفيهي يجمع بين المتعة والاستكشاف تتطلع ساكنة البيضاء. يأتي هذا في ظل ندرة فضاءات ترفيه تواكب حجم الكثافات السكانية بالعاصمة الاقتصادية.